مكسوف تبص له ولا خايف مني؟ لا عيب، اللي يعمل برمجي ما يداريش وشه، يحمر عينه كده يبص لي في عيني. يا خال اخرس ياض، مش عايز اسمع حسك. صبرت عليك مره واتنين وحذرتك ثلاثه واربعه، هتظبط هظبط معاك. هتصدر لي الهبل، هسيب الدنيا تفرم فيك. حتى انت يا خال هتيجي عليا. انت اللي جيت على روحك ياض، يا طلع عايز تبقى وسخ. عايز ايه من دنيا زي دي؟ والنبي يا خال ما تسيبنيش، وحياة اغلى حاجه عندك وغلاوة امي. مش عايز اقعد هنا لوحدي، مش عايز احس اني بقى من الملك. متخافش يا حمار، مش هسيبك. انت بالذات مش عارف افرط فيك، بس تظبط وتسمع كلام، مفهوم؟ ينفع يا طيب؟ ينفع تتسحب من ورايا وتروح تشتغل مع سيد الراجل اللي رمى معلمك في السجن؟ كنت فاكرك انصح من كده يا ياض. كنت مفكر ايه؟ يومين السجن بقى هما اللي هيوقعوا المعلم فوضى الاسمر ويوقفوا تجارته يا خيخه. السجن للجدعان يا معلم، بس الطمع في النسوان تسميه ايه؟ مغير انت بقى عشان نصر، ها؟ بس ويا معلمك عشان حرمه خسرتها. ما انت بعتني عشان تكسبها يا جدع. ماشي يا طيب. عارف انا اللي مش هغير منك، عارف ليه؟ عشان انت رميت ايدي ياض. قصيده يا معلم، قصير. بس انا عايز اعرف بقى، رباية ايدي ده لو طلبت منه عب سيد بوخارست هنا في حجري هيعمل معايا واجب ولا؟ احلى واجب وتعالي، بس اعمل كده ليه لما اوصل؟ كله بتمن. هتقدرني بكام؟ طبعا. يا اتغيرت قوي. طيب بتتشرط من اولها؟ الدنيا بتغيرنا كلنا يا معلم، بس انا شايف ان انت مش هتعرف تحاسب ولا تقدر تحاسب، فانا بقى لازم احوشها للي اقدرها صح. يونيا حكيت لي على اللي حصل بينها وبين نصر، كانت بتحكي لي وقلبها بيتقطع عليها. حسستني ان نصر قلب على الدنيا كلها واخده في وشها. مش نصر بس يا ميسا، بيت جدله كله اتقلب على بعضه. استغفر الله العظيم يا رب. ايه اللي بتقوليه ده يا بت؟ كل حاجه وليها حل، غير ان ولاد جدله يتخانقوا مع بعض. مش باين لها حل المره دي خلاص. يعني هي ايه العباره بالظبط؟ بوخارست قال لي نفس الكلام، جالي وهو مهموم شايل كده من الدنيا كلها كأنه مش عارف يعمل أي حاجة. هل إيه؟ هو جاي يقول لنا تعقليها دي؟ بوخارست هو السبب في اللي احنا وصلنا له ده، طلع حد تاني كأننا ما كناش نعرفه ولا عايشين تحت جناحه السنين اللي فاتت دي كلها. خسرناه وخسرنا نصرة في نفس الوقت. أنا امبارح بس حسيت إني بتيتم من جديد يا ميسا. يا لهوي، اللي بتقوليه ده يا بت؟ انت اللي بتقولي كده على بوخارست؟ ده مصارين البطن بتتعارك وبترجع تتصالح. بعد اللي اتقال امبارح الرجعه صعبه. اخواتي كانوا معبيين، كل واحد طلع اللي في صدره في وش التاني من غير ذواق، كاننا مش اخوات او كاننا كنا اخوات وعايشين طول عمرنا مستنيين الفرصه عشان نخسر بعض. الكلام بيتنسي يا حبيبتي، رجعيهم انتوا لبعض، دي وزه شيطان وهتروح لحالها ان شاء الله. انا ازاي بس؟ يا ريت كنت اقدر. كلمي نصرة صلحيها على بوخارست وكده تبقى اتحلت. ما بقاش ينفع يا ميسا، ولو نفع ما تجيش مني. انا الغلط ركبني من ساسي لراسي، ما استجراش ارفع عيني فيهم ابدا. يعني ايه؟ يعني هي كده اتربطت؟ خلصت على كده؟
سيبي الأيام تحلها، ده لو مكتوب لها تتحل. جرى يا معلم فودة، ما قلنا زيك زي غيرك، يعمل بقى روحك كرامة ما تتنيهاش، ولا مجاورتك للرمم قلت مزاجك؟ لم لسانك يا سيد. ايه بط وقعد في دار معلمك، الليلة ليلة معلمين كبار. مش أنا اللي تعمل عليا شويتين دول يا سيد. اهدى اهدى يا صلاح، أنا مش زعلان يا سيد، معلش. أنت برضك معلم كبير يا سيد وليك مهامك، بس أنت ولا مؤاخذة فهمتني غلط، أنا مش جاي أعيده، أنا جاي عشان ليلة تانية خالص. ليلة إيه اللي مؤاخذة؟ أنا سمعت إن البضاعة المرة دي مش واخدة يحيى، وإنك ناوي تحينها بكيميا تحمي طلق السوق. طالما المعلم سيد ما ناولكش من نفسه يبقى عارف تمامك، خليك في اللي تعرفه تسلم. طب وبعدين بقى؟ احنا مش قلنا ان دي قاعدة معلمين كبار وبس؟ وبعدين عيب يا سيد، انا برضك المعلم فوضى الاسمر اللي علم الكل اصول الشغلانه، وليله صغيره زي دي اصرفها بطرف المعلقه. صح، المعلم فوضى عنده حق في دي، وانا بصمله بالعشره كمان، عشان كده انا موافق، بس مش زيك زيهم. لا، يا متساوي بالكل يا بلاش منها خالص، وتبقى انت الخسران. انا هديك نفس حصتهم يا معلم، بس هتدفع المهر في نص المدة بتاعتهم، ده اهتمامك عالي وتقدر تعمل اللي هما ما يقدروش يعملوه. بس ورحمة أم معلم فودة، لو ساعة واحدة قلت منك زيادة لا خليك ترجع تسترزق في اللحمة تاني. بيتك يا ست الستات، وقبل ما تخطيه تاني وانت على ذمتي هكون فورته كله، وحياتك ما تخشي على اشياء من قديمه. تقصد العفش ولا اللي هرس العفش؟ وكله قديم يا معلم. قصدك سلوى، من غير ما تفكري خدت لها مكان تاني، بس لو عايزاها تفضل معاكي هنا عشان تخدمك برضك تأمري. انا ما تلزمنيش دوره، حتى لو كانت خدامة، لا هنا ولا في مطرح تاني. قلت ايه؟ ماشي، اعتبريه حصل، وكل اللي سبق وعدتك بيه، مهرك يا ست الستات تقلك ذهب، الشنطة توصلك لغاية فرشتك، وابنك كفاءة يبات في حضنك من بكرة. راضية؟ مهرك مقبول يا معلم، بس ابني بقى انا عايزه اربيه، انا عايزه يدوق اللي عمله فيا. امال ايه اللي يرضيكي؟ ان ينزل من بيتنا بالفستان الابيض وكل اهل الحاره يشوفوا فرحتي. احلى زفه تتعمل لك في النصريه تما، والارض تتفرش لك ورد وحنه، ونخزق عين اللي ما يفرح لناش. امتى بقى نتم فرحتنا؟ مش قبل ما تتم فرحتنا، اتفق الاول. على ايه؟ على مين؟ سيد اللي طلبتني عشان تكسره. مين بس اللي دخل في دماغك الكلام ده؟ طب ورحمه امي وابوي؟ سيب الميتين ورحمتهم، انا مش جاي اعاتبك، انا جاي اقول لك ان اللي جاي كله هيبقى على مزاجك. بص يا معلم، أول ما إيدي تربط في إيدك تحت منديل المأذون، مش هنبقى بنتفق على حلال ربنا وبس، هنبقى بنتفق